السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله أنا في نعم من الله، أتخلف في نعم الله. يا شيخ مصطفى يعني محبة الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دلوقتي يا شيخ مصطفى عندي سؤال لو سمحت، يعني نفسي حضرتك تجيبني عليه لو سمحت. اتفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى يعني أنا طالب في الجامعة تمام؟ هقول لك تمام. أنا طالب في الجامعة. ها. فاحنا في الجامعه طبعا احنا في كليه التمريض طبعا في احتكاك بيننا وبين البنات. وبعد طيب النهارده يا شيخ كان عندنا مستشفى النهارده، احنا في المستشفى يعني النهارده كان في واحد زميلتنا كان جاي من السعوديه، كان جايب لنا هديه عباره عن قهوه سعودي وتمر، فهي عزمتنا على القهوه وعلى التمر تمام؟ طيب ففي الاخر كلنا اخذنا صورة واحدة مع الدكتور بتاعنا، كان البنات في جنب والسجلان في جنب والدكتور بتاعنا في النص. طيب. هل كده يا شيخ؟ هل ده حرام؟ لا يعني بس ما عادش تعمل كده، خلي المحترم ما يعملش كده بعد كده، المهم خلاص انت تصورتم جميعا و اجبركم الدكتور، البنين على جنب والبنات على جنب، شيء طيب البعد عن الاختلاط، لكن هو الدكتور ما جبرناش، واحنا كنا عادي كنا واقفين كلنا مع بعض جنب والبنات اللي بتجي جابت لكم التمر السعودي والقهوه وصورتوا جميعا، انت في ناحيه والبنت في ناحيه مظبوط خلاص، لكن لا تعد الله يستر عليك. هل كده ما فيش اسمع لنا؟ بقول لك لا تعد لمثل هذا. تمام ماشي.